السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم، مباريات اليوم السبت 30/7/2022 في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز. متابعين الكرام، لو أول مرة تزورنا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. اليوم إنبي تعادل أمام مصر البورسعيدي 1-1، أحرز هدف إنبي جون كوي ايبوكا في الدقيقة 60، هدف المصري عن طريق اوستن اموتو في الدقيقة 4. النادي الاهلي تعادل امام المقاولون العرب 0-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 21. في ضربة جزاء جت لعلي معلول في الدقيقة 39 ولكن ضاعت. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري المصري وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم مع بداية الجولة 28. متابعين الكرام، نادي الزمالك متصدر الدوري في المركز الاول ب 63 نقطة من 27 مباراة. بيراميدز المركز الثاني ب 59 نقطة من 27 مباراة أيضا. أما النادي الأهلي ففي المركز الثالث ب 55 نقطة من 26 مباراة مؤجل مباراة. فيوتشر في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 27 مباراة، هو مؤجل مباراة الأهلي وكمان ما لسه ما لعبش في الجولة دي. طلائع الجيش المركز الخامس ب 41 نقطة، سموحة المركز السادس ب 40 نقطة، البنك الأهلي المركز السابع ب 37 نقطة، فاركو المركز الثامن ب 35 نقطة، سيراميكا كليوباترا المركز التاسع ب 33 نقطة، الاتحاد السكندري المركز العاشر ب 33 نقطة، المصري المركز 11 ب 32 نقطة، انبي المركز 12 ب 31 نقطة، الإسماعيلي المركز 13 ب 29 نقطة، غزل المحلة المركز 14 ب 27 نقطة، الجونة المركز 15 ب 26 نقطة، المقاولون العرب المركز 16 ب 25 نقطة، ايسترن كومباني المركز 17 ب 24 نقطة، ومصر المقاصة المركز 18 والأخير ب 15 نقطة. أما بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين متابعين الكرام أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك المركز الأول ب 13 هدف، المركز الثاني مروان حمدي لاعب سموحة ب 12 هدف، والمركز الثاني أيضا مبلول لاعب الاتحاد السكندري ب 12 هدف، والمركز الثالث جون إيكوي إيبوكا لاعب إنبي ب 11 هدف، والمركز الرابع مصطفى شلبي لاعب إنبي ب 10 أهداف، المركز الخامس أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ب 9 أهداف، وأحمد رفعت لاعب فيوتشر، وعبد الكبير الوادي لاعب سموحة، وشادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.